عايزين نديروا في طير البرة، أجواء روعة، الجو ساحي، ربي يبارك، وأجواء جميلة. وصلنا الآن إلى عين المكان باش نديروا إن شاء الله مائدة إفطار مع عائلة الأحباب ومع الرفقة الزينة، وإن شاء الله تكون مائدة إفطار جماعية مع الأحبة في الصحراء. الآن الجو مقيم وربما إن شاء الله راح تمطر بالأمطار إن شاء الله تعالى الخير. يا جماعة تهبط في الغش، تحضير الغش عشان نطيب الفطور. الآن الساعة راهي تشير الساعة السادسة تماما، وإن شاء الله باش نبدأ بتحضير وجبة الفطور اللي هي جاري الشربات والدنيا ميخوذة يتوحم. حضرت شعلتنا شعلنا النار وحضرنا دوزان، أوه يا سيدي ربي بارك، هذا الدلاع البارد والبدون المشكر والمرحوم والسلاطة، ورايحين إن شاء الله نعطوكم أطباق نتاع الجاري كيفاش يطيب والفول وفي السحور إن شاء الله باش نطيبوا المبكبكة، وإن شاء الله تنال إعجابكم هذه الخرجة. رانا وجدنا تو الحداثة البرملة صنية هاني تكتكن، والخبزة طابت، والتاي حضر، وسيدي والزلابية تريقلت الغالب، هاي بدو الغالب، هذه الخدمة الوحيدة. وهاي سيدي المرسوغة، وهاو سيدي الراجل، هاهو يقطع هنا باش ياخذ منا المرسوغة، وهاني بطت الطمن وين ولا الطول يسموه فيه يا سيدي، وهذا العوين، وهذانا الكرهبات ومقاريات يا سيدي، وهيا سيدي هذا الجري. بسم الله، هاو الجري وين؟ الجري على الجمر. هاي جا الشيخ عبد الرزاق هز لك الكوت، هاو الجري، هاو الجري طيب سيدي. اجبد اجبد لك الكوت، اجبد اجبد، وهذه المفاجأة، اجبد لك اجبد. وهذا يا سيدي ها هو وين علك عمك الفول، ها هو وين طاب مريقل والله يحوس، كان عن جغمات تسمح. وهذا يا سيدي هاي جاي هزلنا هني الحداثة، شوف الخبزة دخنت ولا ما زالت. هاي يا شيخ هز هذي، هز عندك تتحرق قباية. بسم الله بسم الله، لا 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 شهية طيبة للجميع، أشعار قافلة تسير. واش واش الكمية فور في الصحراء، فور في الصحراء، ربي يبارك، كمية طيبة على الولع. وإن شاء الله تو نحطو لكم الحداثة كل وتتريقل، وإن شاء الله صحة فطوركم، وشكرا إلى اللقاء. ثاني يقطع لنا في السلطة، يا ربي يبارك، باش ياخذ منا سلطة، سلطة تبرد تبرد وتنحل عطش وتريقل وتحل الشهية، والدلاعة سيدي والمرحومة والبدول المشكر، والراجل سيدي هاهو وجب لنا حط لنا باش ياخذ منا البيري وياخذ منا الملصوغة يا سيدي. وهذه هاي قلاصية هنايا فيها اللاقمي وفيها الحليب ومريقلة بالدير والدوائر، وعندنا الطبيعي المشكر. حوالي 5 دقائق عن أذان المغرب بصحراء وادي سوف، أتمنى لكم إفطار مع أحلى رفقة، وشكرا إلى اللقاء. صلاة المغرب، بسم الله سمو بسم الله، شغل فطر بارك الجماعة. الآن رأيت شغل الفطر، وإن شاء الله شهية طيبة للجميع. هذا التمر الدقلة، وهذه الملبوزة، وهذا التمر الغرس، وإن شاء الله شهية طيبة للجميع. شغل الفطر.
سربي سربي يا جاري تو اربي هكا هكا بب يزي 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 بركه باينه وخلاص. هذا الفول وين السلطه الشيخ؟ ايوه هاي الشهيه طيبه للجميع وشكرا الى اللقاء.